السور القرآنية. سورة الروم هي سورة مكية، عدد آياتها 60 آية. عن ابن شهاب قال: كان المشركون يجادلون المسلمين وهم بمكة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: الروم يشهدون أنهم أهل الكتاب وقد غلبتهم المجوس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم، فكيف غلب المجوس الروم وهم أهل كتاب؟ فسنغلبكم كما غلب فارس الروم. فأنزل الله قوله: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. السور القرآنية.